طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. الصحافة العربية تتحدث عن مليون نازح يعيشون في مدينة يمنية صغيرة. الصحافة الفرنسية تعلق: الحكومة اليمنية والمتمردون يتحاورون على متن قارب. صحيفة الشرق الأوسط تقول: في اليمن إرهاب ثلاثي بغطاء إيراني. أهلا بكم، والبداية من واحدة من المآسي التي تشهدها الصحافة اليمنية، حيث يسقط من وقت لآخر ضحية جديدة برصاص الحرب. لم تنل والدة المصور والإعلامي أسامة سلام ما تمنته لأسامة، لم يعد، لأنه ببساطة لم يكن قادرا على الحفاظ على نفسه، عملا بوصية أمه في رسالتها الأخيرة له قبل أن يقتل. قتل أسامة وظل قلب أمه مفتوحا للشوق رغم يقينها أنه لن يعود إلى المنزل كما كانت تحلم، ويعنون موقع المشاهد نت. أسامة سلام لم يعد إلى حضن أمه. يقول الموقع أنه وفي 27 من يناير 2018 استهدف مسلحو جماعة الحوثي أسامة أثناء تغطيته للمعارك في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتنقل أسامة وسط أزيز الرصاص وقذائف المدافع في أغلب جبهة تعز لتغطية الأحداث ونقل مآسي معاناة السكان المدينة الأكثر من لأكثر من ثلاث سنوات، فضلا عن دوره الكبير في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والنازحين بالمدينة. لم أستوعب خبر مقتله حينها من هول الصدمة، يقول عاصم محمد سلام شقيق أسامة لموقع المشاهد، مضيفا: وصل الخبر كالصاعقة، كان مؤلما جدا وفاجعة كبيرة لم نستطع تحمله. والدي ووالدتي وإخوتي انهاروا بعد مقتل أسامة. ساءت الحالة الصحية للأم التي كانت في مصر برفقة والده وشقيقه وشقيقته وقتها، ولم تستطع العودة لتوديع. وعندما قررت العودة في منتصف ديسمبر الماضي ساءت حالتها أكثر، ما أدى إلى نقلها إلى أحد مشافي القاهرة، حيث مكثت في العناية المركزة وخرجت منها جثة هامدة في 18 من نفس الشهر، ونقل جثمانها إلى تعز لتدفن إلى جوار ولدها أسامة. وثق أسامة إلى جانب رفاقه محمد القدسي وريهام البدر ومؤمن المخلافي الذين واجهوا نفس مصيره جرائم مسلحي جماعة الحوثي ضد المدنيين بمحافظة تعز. قبل فترة ليست بعيدة اعتقلت ميليشيا الحوثي عددا من أبناء محافظة إب كانوا يعملون على إطلاق حملة تبرعات لتسيير قافلة ماء إلى تعز. وبعد هذه المدة، يعنون موقع الصحونت، مقتل خبراء صواريخ ومدنيين عقب فشل الميليشيات إطلاق صاروخ من إب باتجاه تعز. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي الانقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي من إحدى البلدات في محافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي الانقلابية حاولت إطلاق صاروخ باليستي من إحدى المنصات باتجاه محافظة تعز، غير أنها فشلت وتسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم خبراء صواريخ. وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية نصبت الأيام الماضية منصة إطلاق صواريخ في محيط معسكر الحمزة الكائن في منطقة ميتم بمديرية السبرة. وأضافت المصادر بأن الصاروخ الذي حاولت الميليشيات الحوثية إطلاقه انفجر وقت إطلاقه مخلفا قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي. وقالت مصادر طبية أن عددا من مسلحي الميليشيا الحوثية الانقلابية وصلوا عقب الحادثة إلى مستشفى الثورة العام بمدينة إب وإلى مستشفيات أخرى، بعضهم إصابتهم خطرة وبحالة حرجة، فيما نقل آخرون إلى ثلاجة الموتى. النرجسية الحزبية، تحت هذا العنوان كتب محمد فائد البكري مقاله الذي تنشره بلقيس، ويضيف الكاتب في مقتطفات من المقال: تلجأ بعض الأحزاب للتاريخ لتأكيد أسبقيتها في العمل السياسي، وتستخدم سرديات الماضي لإثبات تفوقها أو لتضخيم حجمها سياسياً، متجاهلة أن فاعلية العمل الحزبي تقاس بالإنجاز الراهن. وفي العموم بسبب ذلك التاريخ تنشأ نرجسية عتيقة منفصلة عن الواقع، تستدرج الحزب إلى دوامة خداع الذات. تبرز نرجسية القيادات الحزبية
في تحويل التراتبية الإدارية إلى تراتبية مقامية، بمعنى إن معظم القيادات الحزبية تمارس العمل السياسي من موقع الوجاهة الاجتماعية وليس من موقع المسؤولية تجاه المجتمع. ويعني ذلك أن معظم الأحزاب اليمنية تسير بسياسات مجموعة من النرجسيين الذين لا يسمحون بمؤسسة أحزابهم وتنمية الوعي السياسي باعتماد الديمقراطية ممارسة ورؤية داخل أحزابهم تحت وصاية القيادة الحزبية وتأليهها وتنزيهها. يغدو أعضاء الحزب مجرد أفراد يستمدون قيمتهم من إظهار التفاني في حب القيادة والمبالغة في تمجيدها وتطلب رضاها بالتملق والتحذلق والإسراف في شتم خصومها. وتتنامى ظاهرة الشتيمة الحزبية، إذ يمارس أعضاء كل حزب الشتيمة والانتقاص من أفراد الأحزاب الأخرى، وتبلغ الشتيمة حد التخوين والتحريض دون أن تذكر سبباً معقولاً أو تقدم سنداً قانونياً. وتحليل عدد من خطابات الأفراد المنتسبين إلى الأحزاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن جاهزية للشتيمة ومبالغة في تصيد الأخطاء ورغبة عارمة في التجني وإنتاج خطاب الكراهية. ونتيجة لتلك النرجسية التي تأخذ بعداً عصبوياً تشيع ثقافة الادعاء وتتضخم الذوات الحزبية إلى حد استصغار شأن غيرها وتنهمك في ثنائية مع أو ضد وتصنيف الآخرين إلى أعداء وأولياء وتوغل في التعبير عن رغبات الإقصاء والإلغاء إلى أن تأتي على قيم التعايش والاندماج وتحول الوطن كله إلى خارطة صراع معمدة بالدم. إلى عدن الغد، والذي عنون في صفحته الرئيسية عن واحد من أكبر مشاكل المستقبل اليمني. ميليشيا الحوثي تحول اليمن لأكبر دولة ملغومة بالعالم. سلط مشروع برنامج ACLED الدولي المتخصص بجمع بيانات مناطق النزاع حول العالم وتحليلها الضوء على تأثير الألغام الحوثية في السكان المدنيين في اليمن تحت عنوان كيف تقتل الألغام الحوثية المدنيين في اليمن. ولفت التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر في اليمن قتل 5 خبراء أجانب يعملون في مشروع مسام المعنية بنزع الألغام، وذلك أثناء نقل الألغام من مقر المنظمة في مأرب، حيث انفجر لغم كانوا يحملونه في الشاحنة انفجر قويا وقتل الخبراء 5. وأوضح التقرير أن تلك الحادثة ليست معزولة، بل تكشف عن الخطر الأوسع المتمثل في الألغام المجهولة إلى حد كبير والأجهزة المتفجرة البدائية العبوات الناسفة والتي لا تزال تشكل خطرا على المدنيين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد. وتؤكد بعض التقديرات أن الحوثيين زرعوا أكثر من 1,000,000 لغم أرضي منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية. ووثق برنامج ACLED مقتل 267 مدنيا على الأقل بفعل الألغام الحوثية في 140 حالة تم الإبلاغ عنها منذ عام 2016. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنون في صفحته الرئيسية هل سيحظى بالحفاوة أم تلاحقه لعنة التمييز؟ القيرعي ينتقل إلى مركب الشرعية بعد مشوار بائس مع الحوثيين. وقال الموقع أن العضو 12 في اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين محمد القيرعي نجح في الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن ملتحقا بالكثير من القيادات الحزبية والمجتمعية التي خدمت الحوثيين طيلة السنوات الأربع محاولا الانضمام للشرعية. وقال القيرعي رئيس ما يوصف بتيار الأحرار السود المهمشين وفق مسودة الحوار الوطني أنه انخدع بالحوثيين وشعاراتهم الزائفة، وأن السنوات التي قضاها معهم كانت كافية لإقناعه بنظرتهم الدونية للمجتمع اليمني. وأضاف أن الحوثيين استخدموا مكانته كممثل لحركة المهمشين ديكور لتحسين صورتهم أمام العالم، وأنهم يمثلون مختلف مكونات المجتمع. وقدم القيرعي اعتذاره لليمنيين لتحالفه المخزي مع الحوثيين، كاشفا أن الشرعية لم تتعامل معه كما ينبغي كونه منشق عن الحوثيين وتعرضه للسجن في مباحث عدن 13 يوما. ويفيد الموقع يبقى السؤال، هل سيحظى القيرعي بالحفاوة من الشرعية والتحالف
التي حظيت بها قيادات حوثية مشقة، أم أن لعنة التمييز ستظل تطارده؟ عن عقيدة يخاف منها الزعماء العرب كلما طال بهم المقام في الحكم، يكتب غسان شرب مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في فقرات من المقال. أفضل حماية للحاكم هو أن يظل حاكما جدران القصر أبرع الحراس، والويل لمن يفلت منه مقود القرار. لدى الناس ميل طبيعي إلى الثأر ممن يخسر قدرته على ترهيبهم، يفتحون دفاتر عهده بصحيحها وأخطائها ويلقون عليه مسؤولية كل شيء، يحملونه كل الأوزار بما في ذلك السيول والزلازل وتغيير المناخ. ومطالبة حاكم بالتنحي توازي مطالبته بالانتحار. طول الإقامة في السلطة يجعلها جزءاً من جسد الحاكم وروحه، يجعل التنازل الطوعي عنها محتاجاً إلى ما يفوق قدرات البشر العاديين. هذا ما سمعته ذات يوم في ذات عاصمة. قال مدير المخابرات: أعجبني حديثك مع صاحب القرار، أسئلتك سريعة وتذهب إلى المسائل الحساسة من دون صياغة اتهامية. لا أخفي عليك أنني استغربت سؤالا وتمنيت لو غاب، لكنني تذكرت أنك مقيم منذ سنوات في بريطانيا، وطبيعي أن يتأثر المرء بثقافة الغربيين وأساليبهم وهي بعيدة عن واقعنا. استفسرت منه عن السؤال فأجاب: في هذا الجزء من العالم يصعب أن تعتمد القاموس الذي يمكنك اعتماده في لندن أو باريس أو واشنطن أو العواصم المشابهة لها. نحن قصتنا مختلفة. حين تسأل صاحب القرار إن كان يفكر بالتقاعد، فهذا يعني حكماً أن تجربته غير ناجحة. وحين تسأل رئيساً ممارساً إن كان يستطيع أن يتحمل لاحقاً لقب الرئيس السابق، فإنك تلمح عملياً إلى أن القصر يحتاج إلى مقيم جديد. حتى الانتخابات عندنا أقرب إلى الاستفتاء. تستطيع صناديق الاقتراع البريطانية أن تخيب آمال زعيم من قماشة تشرشل، وتستطيع صناديق الاقتراع الفرنسية إحباط آمال قامة بحجم شارل ديغول. نحن لا صناديقنا تستطيع ولا بلداننا تستطيع. الأمم المتحدة تجمع الحكومة والمتمردين على متن قارب، وعنوان للصحيفة الفرنسية باريس أو اسمها باغي ماتش، وفيه تتحدث بتقرير ترجم لقناة بلقيس أن كبير مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة جمع مسؤولين حكوميين ومتمردين حوثيين على متن قارب لمحاولة فرض كل بنود اتفاق الهدنة في هذه المدينة الساحلية الضرورية للمساعدات الإنسانية. وقال أحد أعضاء الوفد الحكومي لوكالة فرانس بريس أن الاجتماع برئاسة الجنرال باتريك كاميرت بدا على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة كانت راسية قبالة الحديدة. وأضاف أن اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لم تعد تجتمع بسبب رفض المتمردين الحوثيين المشاركة في منطقة تسيطر عليها الحكومة. ويعد هذا الاجتماع الثالث لهذه اللجنة، ويركز بحسب الأمم المتحدة على الخطوات القادمة في تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد، بما في ذلك وقف إطلاق النار في الحديدة. وقالت الأمم المتحدة في بيان لها أن المحادثات ستستأنف بشأن تنفيذ إعادة نشر القوات في الحديدة وتيسير العمليات الإنسانية. يكتوي اليمنيون بنار الإيجارات المرتفعة بمعدلات خيالية كما تتحدث صحيفة العرب الجديد، وتعددت أسباب صعود الأسعار أبرزها المعركة المستمرة في عدد من المناطق، وحالة النزوح من مناطق الحوثيين على خلفية المضايقات، والاعتقالات التي تنفذها جماعة المتمردين بحق الخصوم والناشطين. تفاقمت الأزمة بصورة أكبر مع عودة آلاف المغتربين اليمنيين من السعودية، حتى بات الحصول على شقة للسكن أمرا صعبا للغاية. وفي مقابل ارتفاع الإيجارات تكاد مصادر الدخل تنعدم، إذ لم يستلم أكثر من نصف مليون موظف في مناطق الحوثيين رواتبهم، فيما يقبض موظفو الدولة في مناطق الحكومة أجورهم، لكن تهاوي العملة المحلية تسبب بانخفاض قيمة الراتب الذي لم يعد كافيا لتغطية تكاليف استئجار شقة صغيرة. تتفاوت تكلفة الإيجارات بين مدينة وأخرى، وتعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة هي الأعلى مقارنة بمناطق الحوثيين لأسباب عديدة، منها توفير الخدمات العامة وخاصة الكهرباء والمياه،
وانتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى النزوح من مناطق الحوثيين نتيجة المضايقات. ويقول خبراء بأنه حتى قبل الحرب كانت تكاليف الإسكان مرتفعة للغاية في اليمن مقارنة بدول الشرق الأوسط، لكنها ارتفعت بشدة خلال سنوات الحرب، ما يزيد من المعاناة المعيشية ويهدد آلاف السكان بأن يصبحوا بلا مأوى. مدينة مأرب هنا أيضا الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية عقب تحريرها من سيطرة الحوثيين شهدت أزمة سكن حادة بسبب الاكتظاظ السكاني على خلفية النزوح الداخلي، إذ استقبلت المدينة الصغيرة نحو 1 مليون نازح من مناطق الحوثيين. إحدى الأخطاء التي وقع فيها خطاب الثورة هو أنه ضخ وعودا مبالغا فيها للناس دون أن ينبههم لحجم العقوبات أو العقبات التي يحتمل أن يواجهوها قبل الوصول لحلمهم والبدء في تحقيقه. هكذا بدأ محمد دبوان المياحي مقاله الذي قال في بعض فقراته: لم نحلم بأكثر من حياة مثل كل الناس، فقد كان يجب تأطير الحلم بوعي المخاطر المحيطة به كي نواصل المضي إليه ونتلافى مشاعر الخيبة والإحباط التي سقط فيها البعض ممن كان ضمن الثورة. في كتاب عزاءات الفلسفة هناك وصية ينبهنا لها الفيلسوف آلان دو بوتون، يقول: عليك أن تحلم، لكن لا تنسى الاحتمالات القاتلة لحلمك. فنحن دائما نتأذى من النهايات التي لم نتوقعها أو غفلنا بشأنها مع أنها كانت متوقعة. ولأن خطاب الثورة سهى عن التركيز على هذه المسألة، لهذا تحولت العقبات التي واجهتها الثورات لتهمة ضدها بالفشل، بدلا من أن تكون محرضا يدفع الناس للتمسك بحلمهم أكثر ويعزز وعيهم ببشاعة الأنظمة. وسبب تحول العقبات لمصدر خيبة هو أن البعض لم يتوقع ردة فعل الأنظمة. لقد ظن الناس أن الطريق معبدة بالورد، وبمجرد أن يسقط النظام ستنتهي كل المشاكل. وهنا تكمن معضلة الوعي الثوري المبسط والمندفع الذي لم يضع اعتبارات لطريقة تفكير الناس منذ البداية. على الجانب الآخر أيضا، لم يكن للربيع العربي خطط بديلة وجاهزة للمناورة، وهذا أمر يعود لعفوية الثورة، وهو ما يشكل التحدي الراهن لنخبة الثورة كي يشتغلوا عليه لتحقيق شرط استمراريتها. الكرة في ملعب النخبة، فأين النخبة؟ إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في الشأن اليمني: الحوثي وداعش والقاعدة، تضاد عقائدي ووحدة لوجستية. اليمن إرهاب ثلاثي بغطاء إيراني. وقالت الصحيفة إن الأيام الأخيرة وتطورات الأحداث على الأرض في اليمن كشفت أن ميليشيات الحوثي التي تدور في فلك الإرهاب الإيراني الأسوأ من نوعه في تاريخ الشرق الأوسط هي من يوفر الغطاء لتنظيمي القاعدة وداعش. الشاهد وفقا للصحيفة أنه في الأيام القليلة الماضية كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن ضبط خلايا إرهابية تابعة لجماعة الحوثي تعمل تحت اسمي داعش والقاعدة على زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف قيادات الدولة وتنفيذ عمليات الاغتيالات. ويوما تلو الآخر تتضح معالم التنسيق بين الحوثي والقاعدة وداعش في اليمن بمظلة مالية وعسكرية إيرانية. فقد ظهر الأمر قبل فترة عندما أقدم الدواعش على قتل عناصر يمنية في محافظة البيضاء كانوا في طريقهم إلى محافظة مأرب للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الذي يواجه جماعة الحوثي الإنقلابية. العملية التي تؤكد أن المستفيد الأول من تنفيذها هي الميليشيا الحوثية رغم اختلاف المرجعية المذهبية للطرفين. تمكن باحثون في استوكلندا كما ذكر موقع شبكة بي بي سي تعديل دجاج وراثيا يمكنه أن يضع بيضا يحتوي على أدوية تعالج التهاب المفاصل وبعض أنواع السرطانات، وتعد تلك الأدوية أرخص للغاية من حيث تكلفة إنتاجها عبر هذا الدجاج مقارنة بتصنيعها في المصانع. ويعتقد العلماء أنه في الوقت المناسب يمكن زيادة الإنتاج بهدف إنتاج الأدوية بكميات تجارية. وأثبت علماء في السابق أن الماعز والأرانب والدجاج المعدل وراثيا يمكن أن يستخدم في إنتاج علاجات بروتونية في اللبن أو البيض، لكن
فريق الباحثين يقولون أن منهجهم الجديد أكثر كفاءة، وتضيف الدكتورة هيروين إنتاج الأدوية من الدجاج يمكن أن يكلف في أي مكان تكلفة تتراوح ما بين 1 إلى 10% مقارنة بالمصانع، لذا نأمل في الحصول على الأدوية بتكلفة تبلغ 10% على الأكثر مقارنة بالتكلفة الكلية للصنع. أجمل صور الأسبوع كما نشرتها صحيفة الديلي تلغراف، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.